فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. طيب إلى الترمذي باب ما جاء في الحث على الوصية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه قال المصنف بسنده حدثنا إسحاق بن منصور من ثقة الأثبات قال أخبرنا عبد الله بن نمير أصحاب الكتب الستة ويروي عن أبيه قال حدثنا عبيد الله بن عمر وعبيد الله المصغر من الثقات الأثبات كما تعلمون. ما أكرمكم وما أرفع ما أنتم فيه، بالله بالله لو إن وجدتم في أنفسكم رفعت يد تعلمون أن منها القبول فلا تهمليني في دعائكم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تأخرت يا سامي. نعم. فعن عبيد الله وعبيد الله كما قلت عبيد الله ابن عمر هو من الثقات المصغر. عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين الأثري صحابي ابن صحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده. قال وفي الباب عن ابن أبي أوفى وقول ما حق امرئ مسلم ليس حق امرئ مسلم، وهذا فيه تهيج واستنهاض الهمم للتسرع أو للإسراع في كتابة الوصية لبراءة الذمة. ووصية المسلم جائزة ووصية الكافر أيضا جائزة بالإجماع كما قال ابن المنذر في هذا الباب في قوله إلا ووصيته مكتوبة عنده. لأنه قال وله شيء يوصي فيه، إما عليه من دين، إما له من مال، وإما أن الحمد لله وإما أن يكون ممن ترك مالا أو ترك أمرا لأولاده، أو يكون عليه من الديون أو عليه من الملتزمات أو عليه من النذور، فيكتب ذلك حتى تبرأ ساحته عند ربه سبحانه وجل في علاه. رضي الله عنك يا أحمد، الله يحفظك حفظا تاما، الله يرضى عنك يا رب. ذلك فلا بد أن يكتب وصيته. وأما تخصيص الليلتين هذا من باب إرادة المبالغة والتسمح في ذلك. فمعنى الحديث الظاهر الحزم والاحتياط للمسلم لا يبيت ليلة إلا ووصيته مكتوبة عنده، لأن الله تعالى يقبض الأرواح ولا يعلم المرء متى يقبض. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. والمسألة في قول جماهير أهل العلم أنها على الاستحباب، والظاهرية قالوا بأنها واجبة. والحديث فيه خبر يراد به الإنشاء، يعني لابد أن يبيت ووصيته كانت مكتوبة عند رأسه. وقد قال العلماء المجرد الخبر هنا ليس فيه أمر حتى نقول بالوجوب، إلا إذا استدعى الأمر وجوبا من دين أو نذر أو غير ذلك، لأن ساحته لا تبرأ إلا بهذا، لأن ساحته لا تبرأ إلا بذلك. في قوله وفي الباب عن ابن أبي أوفى خرج البخاري من طريق طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله ابن أبي أوفى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال لا. فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وقال حدثنا باب ما جاء في الوصية بالثلث أو الربع. قال حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني من ثقات الأثبات رواه الجماعة عن جرير بن عبد الحميد الضبي ومن ثقات الأثبات أيضا عن عطاء بن السائب ومن رجال الصحيح عن عبد الرحمن السلمي عن سعد بن مالك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فقال أوصيت؟ قلت نعم. قال بكم؟ قلت بمالي كله في سبيل الله. قال فما تركت لولدك؟
قلت هم أغنياء بخير. قال أوصي، فما زلت أناقشه حتى قال أوصي بالثلث، والثلث كثير. قال عبد الرحمن ونحن نستحب أن ينقص من الثلث، وهذا قول ابن عباس أيضا، قال لو غض الناس من الثلث. قال سفيان الثوري كانوا يستحبون في الوصية الخمس دون الربع والربع دون الثلث. وحقيقة الأمر هنا في هذه المسألة وهو مسألة السنة بالوصية، والوصية كما قلنا ليست واجبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أولادك يعني أغنياء لا تكففون عائلة لا تكلفون الناس أفضل، ولا تتركهم عائلة يتكففون الناس أفضل عند الإنسان وأيضا أوفق لرضا الرحمن في هذا الباب، أن يكون ممن يترك أولاده وورثته أغنياء، وأيضا لا يضيع حظا قد جعل الله الثلث فيه حظا له عند ربه جل في علا، فيوصي ولا يكثر عن الثلث. بل ابن عباس رضي الله عنه قال لو غض الناس عن الثلث فإني سمعت رسول الله يقول له الثلث والثلث كثير، ولذلك قال الشافعي لو غض الناس كان أفضل. والخلاف الفقهي في ذلك خلاف يعني كأنه خلاف لفظي في هذا الباب، منهم من يرى الثلث منهم من يرى الربع. الغرض المقصود الحديث أصل في الباب، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر واضح لائح، أنه الله تعالى أعطاه الثلث من أجل أن يرتقي عنده منزلة بصدقة، فما يجعل فوق الثلث شيء، لأنه حق الورثة أحق أن يقدم، ولذلك جعل الوصية إلى حد الثلث. حتى الوارث إذا كتب له وصية لا تقبل إلا إذا ارتضى الورثة، ولو أوصى بفوق الثلث أيضا لا تمر إلا إذا ارتضى الورثة، فحده الثلث، وقال الثلث والثلث كثير. فهذا مسوق لبيان الجواز بالثلث، وأن الأولى أن ينقص عنه، والذي يجب أن لا يزيد عن الثلث، أكمل شيء هو الثلث. فهنا في قولي الثلث والثلث كثير هذا مسوق لبيان الجواز، وأن الأفضل الغض عنه. ولذلك روى البخاري في صحيح عن ابن عباس أنه قال لو غفر الناس إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وزي قال أبو عبد الرحمن فنحن نستحب أن ننقص من الثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث كثير، لأن النبي وصف الثلث بالكثرة وكأنه استكثره، فكأنه قال والأفضل أن يكون أقل من الثلث. قوله في الباب عن ابن عباس أخرجه البخاري ومسلم. حديث سعد حديث حسن صحيح، الحديث متفق عليه، أخرجه أصحاب الكتب الستة على ما على الأقل البخاري ومسلم. نعم، في قوله العمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يوصي الرجل بأكثر من الثلث، فحقيقة الأمر أنه لا أوصى بأكثر من الثلث وعنده ورثة، الأمر متوقف على ورثة. هناك حديث ضعيف في الدارقطني لا وصية الوارث إلا إذا أن يرضى الورثة، ولذلك مالك والشافعي يقولون لا يجوز الوصية إلا في الثلث. فإن لم يكن له ورثة لا تكون في المال، لا يوضع المال كله في الوصية، لا الوصية أيضا للثلث ولا يتعدى، وباقي المال يكون في بيت مال المسلمين، يعني مصالح المسلمين جميعا ينفق فيها. والإجماع قائم على أن الوصية بالثلث جائزة، ولذلك أوصى الزبير بالثلث. وأوصى بكر بالخمس، قال إن الله رضي من غنائم المؤمنين بالخمس. قال معمر بن قتادة أوصى عمر بالربع. عامة الأصل كما قلنا السقف الذي يكون فيه الوصية هو الثلث، وإن غض عنه هذا هو الأفضل كما قال الشافعي وغيره. ولا أحد قال بجواز
الزيادة على الوصية بالثلث إلا الحنفية، وهذا كلام باطل مصادم لصريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. الفوائد المستنبطة: فضل عيادة المريض، التحري في براءة الذمة، الوصية واجبة لمن كان عليه من شيء لابد أن يوصي فيه من نذر أو دين أو غير ذلك، ضابط القربة من الله جل في علاه، الشرع، ضابط القربة من الله جل في علاه الشرع، فقط الشرع، لا الهوى والوجد ولا غيره. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.